تفضل ابو عمر مصري المصري، تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ابا عمر. حيا الله الموجودين في البث جميعا، حياك أهل الله. السنة والشيعة. طيب، أنتم تقولون الآن أن سيدنا أبو بكر الصديق ليس له أفضلية كما لا لا لا، يقولون ما أهل قلنا، ما الصحابة. قلنا، ما لا 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 لا، مو هذا السؤال. ما قلنا، قلنا ان عمر 6 سنوات والناس تدخل الاسلام، اذا السبق فضيلة فكل هؤلاء الذين دخلوا في الاسلام افضل من عمر. تسلم. كل اللي دخلوا في الإسلام أيام عمر كل واحد له الفضيلة بتاعته، لا لكن هل كل، أنت لا لا تقول لا، أن النبي، كلهم خليك معايا كلهم خليك افضل من معايا. عمر، لان كلهم سبقوا عمر. طيب، هل أنتم أفهم من النبي صلى الله عليه وسلم أم النبي أفهم؟ النبي افهم، ما يكون قياس. النبي أفهم. افهم معناه افعل ممتاز تفضيل، ما بيناتنا ممتاز. وبين النبي قياس نقول النبي افهم. نعم. طيب، من الذي كان يقربه النبي صلى الله عليه وسلم ويستشيره في كل اذا شيء؟ يا النبي، أخي يا اذا أخي، النبي ضد القرآن. لحظة لحظة ابو باكر، سؤال، احسنت. لا لا النبي لا لا النبي لا لا، قرب في القرآن، قرب في القرآن، عمر، لان النبي صلى الله عليه واله والعياذ بالله لا يفهم القرآن، لان القرآن يقول السابقون الاولون، وهؤلاء السبق هو الفضل. او اعترف الان، قول هذه الآية ما فيها فضل. متى نزلت هذه، لا لا، متى نزلت هذه الآية؟ والله لو اتفقتم اذكر اقول لك، الدليل. واحد يقول صلوا القبلتين، واحد يقول معركة بدر، واحد يقول لا لا الحديبية. لا، من هم من هم من هم؟ إيه ما طيب، نعرف. الآن أبو حتى عمر من هم؟ السابقون الأولين من المهاجرين أبو والأنصار، عمر، أبو عمر، المهاجرين والأنصار أبو عمر، يا من شيخ. هم السابقون الأولين؟ من هم السابقون؟ من هم السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار؟ ربنا حددهم في الآية، فكل نعم. من هاجر إلى يوم الفتح فهو من المهاجرين في البيت. العلماء يقولون 4 أقوال: هم أهل بيعة الرضوان، أو أهل بدر، أو الذين صلوا القبلتين، أو الذين سبقوا بالموت والشهادة من المهاجرين. من ذو من يوم أيهم من ذو؟ يعني إذا قلنا أنهم أهل بدر عندنا آية أخرى، راح نكنسل 900 واحد أخونا. إذا لا قلنا، لا بس لا لا، افهمني عندنا آية أخرى، يا أخي، عندنا افهمني آية أخرى. افهمني افهمني. إذا قلنا تفضل. أنهم أهل بدر، يعني أنا بن حجر العسقلاني مثلا، أو أنا النووي، أو أنا ما أعرف منه. إذا قلت أنهم أهل بدر، يعني ما راح أصعد على المرحلة النهائية، لأن في مرحلة يصير 1200 لاعب، أنا فقط قدمت 313 لاعب، فذولاك الآخرين يعني كنسلتهم، فهمت؟ فإذا قلت يعني أظلم الآخرين، وبعد عندي مفاجأة أكثر من هذا سأقرأها لك. لكن أنتم، أنتم يا أخي أنا أريد أفهم، أنتم مو سنة، أنتم سنة ولا لا؟ الإشكال يا دكتور، يا أستاذ، يا حاج جزاك الله واحد، خير. الإشكال أنكم تضعون الدين في أشخاص. نحن نأخذ الدين من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقلها لنا الصحابة، أنتم تأخذون الدين من الأئمة فقط. جيب لي، جيب لي النبي تأخذون قال عن هؤلاء. يلا أنا أقبل من النبي عن مين؟ قال عن مين؟ أن السابقين الأولين هم فلان كذا كذا. يلا جيب لي. القرآن يتكلم، القرآن يتكلم. خلاص الآن القرآن يتكلم، الله قال نعم. السابقون الأولون، كم عدد الأولين؟ كثير، ما اقدرش لا، مو أنت عليك إذا تقول لك كثير. يا أخي يجي 17، يجي 18، يقول سلام حجي وعد أنا من الأولين، أقول له خلاص انتظر. يجين واحد يقول أنا 30، أقول له ادخل. يجين واحد يقول أنا 1000، أقول له ادخل. إيش طلعت هاي؟ هو غير عارف العدد، لأن كل سابق له لاحق. أخونا هي دائرة، كل سابق له لاحق، كل سابق له لاحق. يعني أنا مو ضربت مثال أخونا، بس أقول لك، هذا سابق وهذا لاحق، هذا صار سابق وهذا لاحق، هذا لاحق، هذا لاحق، ذولا سبقوا. إذن ذول المساكين شنو قضيتهم؟ ذولا أيضا أنا أسوي لهم، صار هم صاروا سابقين، وأنا أظل الله كلك بس أسبح سابق 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 لاحق سابق سابق لاحق. ما تقول انت دين هو هذا دين؟ تفضل. انتهيت انتهيت انتهيت. لو يعني لو تكلمنا في دين الشيعة،
فلم تصموا خمس دقائق على بعض. خلص دين الشيعة غلط، دين الشيعة غلط، انت صح، جاوبنا على الصح مالتك. طيب اجاوبك خلاص. عندنا آية أخرى، لا يستوي الذين قاتلوا قبل الفتح. اعطيني معركة واحدة قاتل بها أبو بكر وعمر وصمدوا، يلا هاي يمن. لا كل المعارك كانوا قاعدين بيزقزوا الإب. والله ما أدري أزقزوا يبزبزوا. يا أخي أنا قال لي شو جاب الأزقزع؟ مفيش. طيب مفيش مفيش. واحد يقول عبيلة، واحد يقول أزقزة، هذول شلون بلوية؟ والله والله بكسر الهاء وبالله وتالله إذا أثبتت لي، إذا أثبتت لي إن عمر أو أبو بكر قاتلوا في معركة، قاتلوا ثبت قتالهم، يعني مو قتل فقط سحب سيفه وقاتل، والله مو بس اترك التشيع، حتى الاسلام اطلع حتى من الاسلام. اترك التشيع ليه؟ التشيع والاسلام والاسلام كله اطلع منه بعد. يلا هذا تحدي، ما انت كده كده برا. ما فيش معركة غزاها النبي. اعطيني انهم قاتلوا 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 زين ابو بكر. لحظه انت تقول ما فيش معركه الا وان ابا بكر وعمر كانوا يمشون ولا يصعدون على الفرس ويقاتلون؟ كانوا بيقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ادري على الفرس ولا مشي؟ سيدنا ابو بكر كان مترجلا وسيدنا احسن احسن. اعطيني 10 خطوات كر بها على عدو، 10 خطوات، وحده 10 امتار، 10 امتار. تقدر تفعل ذلك مع علي بن ابي طالب انت؟ اقدر. شوف النبي خل اكمل الان، انا قرات لا حول. شوف انا ابن علي بن ابي طالب. طب يلا يلا اثبت. يلا النبي صلى الله عليه واله قال لو اعطينا الرايه غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. في الشيعة عند الشيعة كرار غير فراء. زين يقول عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب يقول بتنا تلك الليلة ونأمل أينا يعطاها، تطاولت إليها الأعناق. يقول ما تمنيت الإمارة إلا حينئذ. الإمارة يعني أمير المؤمنين. إمارة إمارة. ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. فلما جاء الصباح قال النبي صلى الله عليه وآله أين علي؟ علي. قالوا له طب بالراحة. طيب عشان أنت لاحظ أنت بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي صوتك تقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. شبيك والله ضرب. صح كلامك، يعني هسه إذا حج وعد رفع صوته ما مؤدب معه، لكن اللي يقول عن النبي تهجر. لا لا اللي لا. ترفع صوته عن النبي والصيح على رسول الله ويمر أبوها ويضربها، اللي يرفعون أصواتهم عند النبي بالقرآن. القرآن اللي يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق القرآن يوقف أبو بكر وعمر لأن رفعوا أصواتهم عند رسول الله. سبحان الله. يعني إذا حج وعد مجرد دي يتكلم تقول له تأدب لعد عمر وأم المؤمنين وأبو بكر كلهم. هل أكمل لك ليش تضايقت أخونا؟ أنت لماذا تتضايق؟ لأنك بتتكلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي شلون تريدني أتكلم؟ يعني أنت شلون تريدني أتكلم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أخي اسمع، فالنبي صلى الله عليه وآله أعطى الراية لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فعلي ما جاء بجيش فضائي، جاء بنفس الجيش الذي ما استطاعوا أن يفتحوا به، ففتح الله تبارك وتعالى على يدي أمير المؤمنين عليه السلام.